كتير. اروح مع حضراتكم لحاجه تانية، ومن المرور للصحه. الصحه بتنتهي من وضع بروتوكول لعلاج فيروس سي لدى الاطفال. الدكتور ادري سعيد مدير تنفيذي للجنه التنفيذيه، اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه، اتكلم وقال ان اللجنه هتوقع بروتوكول مع الهيئه العامه للتامين الصحي لعلاج فيروس سي التهاب الكبد الوبائي لدى الاطفال اللي اعمارهم بين 12 و17 سنه. وبنتكلم في تفاصيل كتير واقفه في الموضوع ده. هيكون معانا دكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه. دكتور فتحي، صباح الفل. صباح الفل، ازي الحال؟ الحمد لله، منورنا في صباح دريم. وخليني اعرف من حضرتك بقى ملامح البروتوكول اللي بنتكلم عنه بخصوص علاج فيروس سي عند الاطفال. طيب بصي، احنا نحب نقول اللي قبله انه اعلى ايج جروب او المرحله العمريه اللي فيها اصابه بفيروس سي هي فوق 18 سنه، من 18 ل 59. ده احدى الاسباب ان ما كانش فيه علاج للي تحت 18. تمام، بلاش كلمه اطفال دي، اللي تحت دول ما بنعالجهمش لسببين. ان نسبه الاصابه فيهم قليله قوي، اقل من 1% في العالم كله، مش في مصر بس. تمام. نمره 2، انهم في مرحله عمريه فيها نمو للجسم ولبعض الاعضاء، وبالتالي هذه المرحله العمريه ان تدي دواء فيها لحالات مزمنه لازم يمر بمراحل كثيره للتاكد من السيفتي او امانه الدواء وعدم تاثيره على النمو. ما فيش اعراض جانبيه سيئه ليه يعني؟ ايوه، بالذات في الاطفال عشان بيأثر على النمو طبعا. مش بس بيعمل مضاعفات. ولذلك هذه ادويه فيروس دي ما خدتش هذه الابروفال من الاف دي اي الا من سنه، ومن الاتحاد الاوروبي الا هذا العام. تمام. وبخدته لمين؟ للي فوق 15 ل 18 سنه، واللي من اقل من 15 بشرط ان وزنهم يبقى اكثر من 35 كيلو. ده الجايد لاينز او الارشادات العالميه. تمام. لكن احنا بالاضافه الى هذا، أطفالنا لازم نعمل عليهم تجارب الدواء قبل، نتأكد مش بس نمشي وراء الخارج، إحنا لازم نعمل دراسات على هذه المجموعتين في مصر. هذه الدراسات لسه نتائجها ما طلعتش، تطلع قريب، لكن نتيجتها لازم تطلع وتعلن إنها حميدة وسيف وآمنة وما بتأثرش فيهم. بعد ذلك هيبقى الأطفال بما إنهم داخلين في التأمين الصحي، لذلك لازم يتم البروتوكول مع التأمين الصحي، لأن هو المسؤول عن علاج من هم دون ال 18. تمام. نتائج الدراسات يا فندم متوقع إن شاء الله تكون إمتى؟ خلال قد إيه؟ لا، ما يعني ما فيش استعجال، دي دراسات علمية عملية بتخش في إحصائيات وبتخش في لجنة للتقييم، كل ده ملوش مواعيد محددة يعني، مش ده مش زي عمارة بتتبني، دي حاجات حاجة مبنية على حاجة، فما لهاش موعد محدد، لكن في القريب العاجل بإذن الله تكون مصر من أوائل الدول اللي بتستخدم علاج للأطفال من الدولة تحت سن 18. البروتوكول ده بقى بنوده إيه يا فندم؟ يعني إيه أبرز النقاط اللي موجودة فيه وتم الاتفاق عليها؟ ما فيش حاجة لسه ما تمش الاتفاق على إيه؟ ما احنا مش حاطين تصور ليه؟ إنه هنقول إن هذا الدواء لو طلع إنه سيف وآمن هيتجرب القبلة، هيستخدم القبلة، هو لازم يتجرب القبلة، أما تطلع نتائج التجارب هنستخدمه على من هم فوق ال 15 أو دون ال 15 بس فوق ال 12 وزنهم فوق 35. تمام. وإحنا بنتكلم عن الدواء ده إن شاء الله هيكون علاج بالمجان يا فندم، مش كده؟ طبعا، هو دواء موجود على فكره، هو مش دواء جديد، بس هو دواء اول مره يجرب في الاطفال، انما هو الهارفوني ده دواء موجود، يعني مش 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 لهم دواء مخصوص، ده دواء اوريدي موجود لفيروس. انا بشكر حضرتك يا فندم، موفقين يا رب ان شاء الله. الدكتور يحيى الشاذلي، عضو لجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه، بنتكلم عن بروتوكول ان شاء الله هيكون قريبا، وبنتكلم عن ان علاج فيروس سي للاطفال زي ما الدكتور قال من تحت 18 سنة، يعني 17 سنة وصولا ل 15 سنة العلاج هيكون متاح قريبا بإذن الله، وهيكون بالمجان. ومن 15 سنة ل 12 سنة هيكون متاح، ولكن لازم يكون وزن الطفل أو الشخص ده فوق 35 كيلو. فتفاصيل أكتر إن شاء الله هتبان قريب بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بالعلاج المطروح. والعلاج طبعا هو الدكتور قال إنه موجود، لكن استخدامه للأطفال وإن مصر توافق على استخدامه للأطفال لازم تكون الدراسات خاصة بنا، ونتأكد من مدى صلاحية هذا العلاج، ويكون في تجارب مرة واثنين وعشرة ومليون لحد ما نوصل لموافقة على إن هذا العلاج يتم إعطائه للسن من 18 سنة وما أسفل. طيب، موفقين يا رب إن شاء الله، ونروح مع حضراتكم دي